خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد. خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء باكستان ورئيس جمهورية النيجر. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية. ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم في هذه اللحظات نشرة الأخبار، ويصحبنا في لغة الإشارة الزميل محمد الدوسري. رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله اليوم الاثنين فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد، وذلك بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري، واستمر لمدة شهر. وقبيل بدء الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهم كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الرئيس إدريس دبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، ودولة السيد شهيد خاقة عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وفخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، وفخامة الرئيس إيسوفو محمودو رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس روك مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ودولة رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد، وأصحاب المعالي وزراء الدفاع وقادة الأركان في الدول المشاركة. وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيفه الكرام مكانه في المنصة الرئيسية عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي كلمة أوضح فيها أن تمرين درع الخليج المشترك واحد يأتي امتدادا لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي. ثم أذن خادم الحرمين الشريفين بدء فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد، حيث بدأت فعاليات التمرين العملياتي التي اشتملت على مناورات حية بالطائرات والإنزال الجوي والمدفعية والزوارق البحرية. بعد ذلك أذن خادم الحرمين الشريفين بدء العرض العسكري للقوات المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد،
بعدها عزف السلام الملكي، وفي نهاية التمرين التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول المشاركة في التمرين. ثم شرف الجميع مندوبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة. حضر الحفل أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي. من جهة أخرى، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان. كما التقى خادم الحرمين الشريفين اليوم فقامت رئيس إيسوفو محمودو رئيس جمهورية النيجر، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي، والوفد المرافق لرئيس النيجر. هذا وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استضافة المملكة لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله المنطقة الشرقية اليوم. وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في مطار القوات البحرية في الجبيل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. هذا وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، كما كان في استقبال الملك المفدى بساحة المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله
الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة وصاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمع وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب الفضيلة وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور خالد بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما وصل في معيته رعاه الله عدد من أصحاب المعالي الوزراء. ويعد تمرين درع الخليج المشترك الذي تستضيفه المملكة لمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة من أكبر المناورات العسكرية المشتركة في العالم. المزيد عن التمرين المشترك في سياق التقرير التالي. ما بين مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وعلى ميدان صامت في المنطقة الشرقية يأتي أضخم وأكبر مناورات عسكرية مشتركة في العالم، تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة. وعلى مدى شهر كامل شهدت ساحات التمرين تدريبات مكثفة وعمليات عسكرية مختلفة نفذها عشرات الآلاف من الجنود من مختلف الدول كأحد أكبر عملية حشد للقوات المتنوعة والعتاد العسكري النوعي المستخدم فيه. نفذت عمليتين مختلفتين من نوع العمليات العسكرية. اللي شفتوه على يسار المنصة كان عمليات عسكرية حرب، عمليات الحرب النظامية، ونقصد فيها هي العمليات العسكرية التقليدية ضد عدو تقليدي، وهي تمت عن طريق عمليات الدفاع الساحلي ضد عناصر العدو المعادية لمنعها من عملية الإبرار على الساحل. تمرين درع الخليج كان هدفه رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة للدفاع عن الحدود وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي. تمرين درع الخليج لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه تمرين درع الشمال وسيف عبد الله، وتعد هذه المناورات العسكرية المتعاقبة عاما بعد عام خير دلالة على وجود قادة يجمعون ما بين الحزم والحكمة، ينهجون التخطيط السليم لبناء القوات المسلحة وتجهيزها وإعدادها لحماية البلاد وتدعيم قواعد الأمن استعدادا لأي عدو أو تهديد.
ولمتابعة أكثر لاختتام فعاليات تمرين الدرع الخليجي المشترك معنا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد حسن الشهري. عميد حسن، مساء الخير، وكيف تابعتم تمرين درع الخليجي المشترك واحد وأيضا انعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة؟ السلام عليكم، تحية للجميع. رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين مع بعض قادة الدول المشاركة في التمرين يعكس أهمية التمرين في المكان والزمان، وأيضا في أبعاده السياسية الأمنية والعسكرية، تأثيره في البيئة الإقليمية والدولية. سياسة المملكة والتي قالها فضله سبحانه وتعالى تجاوزت بعدها الحيوي الإقليمي إلى العالمي، استطعنا نؤثر في مراكز الثقل العالمية، لأنه مع الأسف الصمت الدولي الذي أغرى إيران في الماضي بالاستمرار في عدوانها وتدخلها في الشؤون العربية ودعمها للإرهاب ونشر الطائفية والكراهية أصبح من الماضي بعد هذه المرحلة، بعد قمة القدس وبعد تمرين درع الخليج واحد. سيدي خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيها استراتيجيا كما أرى كمحلل استراتيجي من خلال تغريدته وأيده الله هذا اليوم، عندما قال إننا قادرون جميعا على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. أنا أعتقد أن هناك رسالة ردع ونظرية الردع الاستراتيجية معروفة لدى العسكريين، إذا أردت أن تمنع الحرب فكن مستعدا لها، والتمرين هو يعمل على هذه الجاهزية سواء في القدرات العسكرية أو القيادية أو التنسيق التحالفي بين الدول العربية وغير العربية. التمرين شارك فيه 4 دول نووية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وباكستان. نعم، العميد حسن الشهري المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. وافق صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافق على اطلاق اسم سموه على كليه الامن السبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمه تحت التاسيس. وجاءت موافقه سموه بناء على ما رفعه معالي رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه ودرونز الاستاذ سعود بن عبد الله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لسموه على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة. غادر عدد من أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية المنطقة الشرقية اليوم عقب مشاركتهم في القمة العربية 29 وتمرين درع الخليج المشترك واحد، حيث غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، كما غادر فخامة الرئيس فائز مصطفى فوز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فيما غادر فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، كما غادر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، وكان في وداعهم بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران سفراء خادم الحرمين الشريفين لدى بلدانهم وعدد من المسؤولين ومندوب عن المراسم الملكية. ترحيب فلسطيني واسع لقرارات المملكة الداعمة للفلسطينيين في قمة القدس، والتي تأتي تأكيدا على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقضية الفلسطينية. قمة القدس، هكذا سمى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة العربية 29 تلبية لطلب فلسطيني وتعبيرا عن دعم وتأييد السعودية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. تسمية القمة العربية الأخيرة بقمة القدس هو إنجاز يحسب للمملكة العربية السعودية، وثانيا حجم التبرعات التي وعدت بها المملكة العربية السعودية
والتي تقدر بحوالي 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني، هي مساعدات كبيرة تدل على كرم وسخاء المملكة العربية السعودية واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى على مستوى العالم العربي. هذا الموقف هو استمرار الموقف السعودية الدعم للشعب الفلسطيني ولنضاله، وهو دعم وهو موقف معهود عن السعودية وملوكها وأهلها. قرارات القمة المنعقدة بالظهران الداعمة للحق الفلسطيني لاقت ترحيبا وثناء فلسطينيا بدعم الأوقاف الإسلامية في القدس ب 150 مليون دولار، ودعم طارئ لوكالة الأونروا ب 50 مليون دولار التي تعاني من عجز مالي منذ فترة طويلة. هذا التبرع جاء في وقت حاسم، الأونروا تعاني من عجز مالي كبير يقدر ب 346 مليون دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف حوالي 300 مليون دولار من المساعدات. من شأن هذا المبلغ أن يساعدنا أكثر في الشهور القادمة، نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة بمثل هذه التبرعات الضخمة والكبيرة التي عودتنا عليها المملكة العربية السعودية. فليس غريبا على المملكة العربية السعودية مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، فالتاريخ يشهد على أن المملكة لم تتوانى في اتخاذ مواقف مهمة من شأنها تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه. قمة القدس جاءت مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية وشاهدة على دعم الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتجدد التأكيد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. أحمد حرب، تلفزيون المملكة العربية السعودية، قطاع غزة. عقد مجلس الشورى جلسته العادية 31 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وبحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة. وأكد معالي وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد ممكنا أساسيا لرؤية المملكة 2030، ومضيفا أن الوزارة تسعى إلى تحويل ساعات الاستخدام للإنترنت إلى المحتوى المفيد بما يشمل التعليم والخدمات الصحية والخدمات الإلكترونية. وأكد معاليه أن الوزارة تعمل ضمن خطتها للعام 2020 نحو هدف لبناء بنية رقمية تحتضن وتستقطب وتنمي العقول في مجال التحول الرقمي وتخلق فرصا نوعية لوظائف مستقبلية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أمين عام الأمم المتحدة يشيد بجهود المملكة الإنسانية ممثلة مركز الملك سلمان للإغاثة. أعلن عن تثبيت القمة العربية 29 بقمة القدس. ليعلم القاسي والداني أن فلسطين وشعبها يجدان العرب والمسلمين. إن مصر تجدد عهدها معكم بأن تكون في القلب من كل جهد، يهدف لإعادة الحياة إلى عملنا العربي المشترك. أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،
وأكد غوتيريس أن مركز الملك سلمان أصبح أحد أهم صانعي الأمل لمن يعانون من الكوارث والصراعات حول العالم. وأضاف في تصريح له عقب زيارة قام بها للمركز استقبله خلالها معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة أحد أهم الفاعلين في مجال المساعدات الإنسانية في العالم، حيث قام باحتواء الأطفال المجندين في اليمن وهو عمل نبيل، وسيتم الاستفادة من هذه التجربة في الأمم المتحدة. من جانبه أكد الدكتور ربيعة أهمية التعاون المشترك بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة، مبينا أن المملكة قدمت خلال 20 سنة الماضية أكثر من 56 مليار دولار للمنكوبين في العالم. ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وصلت إلى مدينة مأرب 13 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 3619 سلة غذائية في طريقها لمحافظة البيضاء، ضمن إجمالي المخصص لمحافظة البيضاء والبالغ 18919 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة. وفي تعز، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 3000 كرتون من التمور في قرى الكدحة وضواحيها بمديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز اليمنية، يستفيد منها 18000 فرد. أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي أن معظم منصات إطلاق الصواريخ البالستية التي تستهدف المملكة موجودة في صعدة، مشيرا إلى أن 119 صاروخا بالستيا هي مجموع ما تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على أراضي المملكة. عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة حتى تاريخها 119 صاروخ بالستي، عدد المقذوفات 66259. الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، ورح نستعرض موقف العمليات لإعادة الأمل بالداخل اليمني. في محافظة ميدي تم السيطرة بالكامل على مدينة ميدي من قبل قوات التحالف، والعمليات مستمرة لتأمين وتطهير المدينة تمهيدا لتسليمها للسلطة المحلية، وتم رفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة ميدي. واستعرض المالكي خلال المؤتمر صور للطائرة من دون طيار التي أطلقتها الميليشيات من مطار صنعاء باتجاه مطار أبها، مؤكدا أن الطائرة إيرانية الصنع، ومعتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الميليشيا الحوثية أعلنت قبل فترة بامتلاكها بعض القدرات فيما يخص الطائرات بدون طيار وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. نعلم جميعا ما تم في خلال الأسبوع الماضي من استخدام الميليشيا الحوثية التابعة لإيران أو مدعومة من إيران في استهداف مطار أبها، وكذلك استهداف أحد العيان المدنية في محاولة لعمليات انتحارية. يوم الأربعاء كان 11 إبريل تمكن الدفاع الجوي من خلال الوسائل المتاحة للتحالف بإسقاط هذه الطائرات، ولم يكن هناك أي أضرار. التحالف أصدر بيان في هذا الجانب على الحوثي أن يقرأ ما بين السطور. راح تكون المبادرة في حال استخدام هذه المنظومات ضد الأعيان المدنية أو المنشآت الصناعية والحيوية، راح يكون الرد قاسي مؤلم موجع. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الأحوال الجوية والزميل عقيل العقيل، إليك عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة الجوية. أصدر النظام الآلي الإنذار المبكر تنبيها متقدما على منطقة الرياض، حيث من المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة بموجة من الأتربة والغبار وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، قد يصل إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية على العاصمة الرياض وما جاورها والقرى الشمالية والشرقية من العاصمة الرياض. لذلك نلفت الانتباه خاصة لمرضى الجهاز التنفسي. في مكة المكرمة ليوم الغد نتوقع أن تكون درجات الحرارة بحدود 38 درجة مئوية والصغرى 23، المدينة المنورة 36 و21، في العاصمة الرياض
عواصف رملية متوقعة بإذن الله تعالى خلال الساعات القليلة القادمة، و30-19 درجة مئوية، وانخفاض إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، لذلك نلفت الانتباه. الدمام 29-20 درجة مئوية، في بريدة 21-18، وأتربة مثارة، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. أجواء بإذن الله تعالى غائمة لغائمة جزئيا على بعض أجزاء المناطق الشمالية من المملكة، في تبوك 30، في جدة 33-23 درجة مئوية، سحب ركامية رعدية متوقعة بإذن الله تعالى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المنحدرات الشرقية والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، كذلك الحال على مرتفعات جازان. هذا كل ما في النشرة الجوية، شكرا لكم، في أمر الله ورعايته. شكرا عقيل، بهذا نصل بحضراتكم إلى نهاية هذه النشرة، وختما لها إليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك 1. خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء باكستان ورئيس جمهورية النيجر. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من المنطقة الشرقية. ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم، استودعكم الله وإلى اللقاء.